فريق تونس قدمنا مداخلة أو مختصرة لعمل كامل اللي هو اسمه راقش 20 دقيقة فقط. الإشكالية الفنية بالنسبة لنا هي أنه العمل بتاعي هو سيناريو في شكل سيناريو يعني في شكل حكاية. في 20 دقيقة اختصرت الحكاية كان تذوق لحكاية أو اختصار الحكاية. نحكي في حكاية تم الأرض متاعنا تم تونس تم كل تونسي في منذ الزمن القديم إلى الوقت ذايا. إبراهيم بهلول أسسها من عام 94، المجموعة استقرت عام 96 في عددها وفي اختيارها لهذا النوع من الموسيقى، وإن شاء الله كل النجاح للدورة، دورة أيام خلتاج الموسيقية في جميع الدورات السابقة شفناها وتميزت، في الدورات اللاحقة إن شاء الله. وإن شاء الله معناها مدينة الثقافة تكمل التجهيزات نتاعها وتكمل الجوانب النواقص الموجودة فيها، ونشوف أجيال تتابع وتدافع على جانب من جوانب الحياة اليومية التونسية هو الفن، وبالفن تحلو الحياة.
حضارة تونس العميق تحكي على التراث الصوفي التونسي وتقدم إنتاج عندنا إنتاج كبير وعندنا إنتاج خاص كذلك. قدمنا فرحانين اللي احنا موجودين في هذه الدورة هذه وحاولنا باش نقدموا حاجات اللي هي تمس الجمهور وتمس المتلقي وتخلينا ان شاء الله نزاحم الفرق اللي هي موجودة. العرض هو تراث ولكن مش مستهلك، يعني كي تسمع حاجات كي تسمعها مش مساكة مش قاعدة تتعاود. فما كذلك انتاج خاص، عندنا اغنية من انتاجي من الحاني اللي هي خديم السلاح، وحتى اللي خدمناه هو من الطرق الصوفية اللي مشهورة في تونس كيما العيساوية والطيبية والعلوية، قدمناه في شكل توزيع جديد وإن شاء الله تنال العيب. خدمنا عليه من بداية طرق مجموعة بانوراما الأصوات والإيقاعات الشعبية بالجنوب التونسي من 2014 تأسست الطرق هذه، وخدمنا على العرض هذا خصيصا باش نقدموه في أيام قرطاج الموسيقية.